عيش صباحك مع لبتن مع مروان أدري وزهرة رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. منوراني ومشرفاني دلوقتي الاستاذه رحمه توفيق. استاذه رحمه صباح الفل. صباح الفل، ازيك يا مروان؟ لا عايزين نخش على المايك اكتر. ايوه تمام. كده زي الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. صحيناكي بدري معلش؟ لا خالص. الطريق كان كويس جدا الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. عايزين نفهم ايه القصه الاول. اولا صباح الفل طبعا. صباح الفل عليك. سمعنا. انا مبسوطه طبعا ان انا معاك يا مروان. ربنا يخليكي. ده انا سعيد بيكي جدا. ربنا يخليكي. الله يخليك. بص الموضوع حاجتين او جزئين. الجزء الاول قبل ما اروح بهية دي اتقال عليها فترة الشحورة. شحورت. اوكي. رحت لدكاترة كتير جدا، كنتش عارف طبعا انا عندي كانسر. تشخيصات بقى مختلفة، عندك كذا، لا عندك كذا، علاجه هيبقى كذا، لا علاجه مش هيبقى. الحاجات دي دي كانت الاكتشاف كان ازاي اصلا؟ ما هو دي هكملها لك. انا قعدت 6 شهور متمرمطة. مفيش دكتور بيقول لي انا عندي ايه. كله يعني اجمع ان انا عندي اي حاجه ممكن تتخيلها في الدنيا ان انا هو كانسر. فانا كنت مطمنه جدا. اخر 3 شهور المفروض انا كنت بعمل متابعه اشعه دايما. الدكتور بتاع الاشعه هو نفس الدكتور اللي بيعمل لي اشعه اكتر من 6 شهور دي. اخر مره دي شك، فقال لي رحمه تقريبا كده انت عندك كانسر. بص دي اللحظه انا كان نفسي اضرب الدكتور بصراحه. طبعا يعني كلمه تقيله وخبر يخض. تقيله وخبر يخض، وهو المفروض متابع معايا وكل مره بيطمني جدا انت تمام. ففي اللحظه دي بجد بجد كنت عايزه اقتله. طبعا اتصدمت، فضلت ساكته شويه، انهارت بعدها. وبعدين قلت خلاص انا مش هتعالج. طبعا كلمه كانسر دي في حد ذاتها ما بتتقالش في وشنا. اي حد يجيله كانسر، انا لا. فبعدها بقى قدامي اختيار اتعالج ولا ما اتعالجش. طبعا انت عارف ثقافه هنا في مصر والمجتمع والتوتر، كانسر يعني موت. فخلص. فانا قدامي يا اتعالج واموت بس ببطء، يا اما خلاص الموضوع هيتطور بسرعه جدا وبرده هموت. بعدها ربنا هديني، استقريت ان انا هروح بهية. بصراحه ما كنتش متوقعه ان انا هعرف ادخل بهية. انا قلت هروح بهية على اساس ان انا عارفه ان انا مستحيل ادخل، فهحط لعيلتي العقده في المنشار. هقدم في بهية ومش هتيجي وخلاص سيبوني بقى، انا كده عملت اللي عليا. فعلا قدمت في بهية. بعدها بكذا يوم كلموني، فوجئت جدا طبعا، لان انا بصراحه كنت متوقعه بقى الموضوع واسطه ولازم حد دكتور مهم ابقى عارفه جوه ولازم مش عارفه ايه. خالص مفيش الكلام ده. كلموني في بهية. دخلت اول لحظه بصراحه، اول ما نزلت قدام بهية انا انبهرت. انا حسيت ان انا برا مصر. دخلت لقيت مستشفى حاجة جامدة جدا جدا جدا، نظام مش طبيعي، النظافة مش طبيعي، كل حاجة حلوة قوي. برضو مش مصدقة، حاسة في حاجة غلط، حاسة ان هم هيقوكي استنى لقنا فين زي ما بيقول، فين المشكلة. طلعت لقيت بنوتة جميلة كده ابتسامة حلوة وعلى وشها امل حلوة قوي. ومعايا خدتني عملت بقى الاجراءات مراحل، عمل ملف طبي. ما كنتش فاهمة طبعا التفاصيل دي، حاجة كده فيها نظام. بدأت الملف ده، وبعد كده عملوا لي بقى فحوصات تحاليل أشعة. الموضوع كان منظم جدا. عايزة أقول لك الملف يعني أنا المفروض هروح أعمل أشعة كذا. الملف كان بيسبقني على المكان أنا بروح، يدوب بدخل على طول. من أبسط وأحلى الحاجات هناك في بهية إن كل حاجة في نفس المكان. بما إني بهدلت قبل ما أروح بهية، أنا كنت بعمل مثلا أشعة في المهندسين واروح ارجع للدكتور في مصر الجديد، وبعد كده اخدها يقول لي لا روحي اعملي في الزمالك، واروح اعمل في الزمالك وارجع اروح الهرم. بهدله بهدله جامده جدا. في بهية كنت حاسه كل حاجه في نفس المكان، منظمه جدا مريحه قوي قوي قوي. بعدها عملت طبعا الاشعه، اكدوا لي ان هو كانسر. وبدات بقى رحله العلاج. في حاجه هناك في بهية حلوه قوي 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 قوي، اسمها اللجنه الطبيه. دي كانت او يعني هي عباره عن مجموعه دكاتره، اكبر دكاتره في مصر في التخصص ده. فانت تتخيل بقى قمه الخبره اللي موجوده. دي كانت حاجه مريحاني نفسيا جدا، ان انا مش مع دكتور واحد حسب بقى مزاجه، النهارده يومه كذا فهيقفش، النهارده هياخد قرار حاده. لا خالص. فعلا اخدوا قرار ان انا نظام علاجي هيبقى كالاتي: هبدا بالكيموثيرابي الاول، وبعدي الجراحه، وبعدي الراديوثيرابي. ثلاث حاجات انا مريت بكل حاجه. طبعا هم قالوا لي كده الثلاث بروتوكولات انت خدتهم كلهم من اولهم لاخرهم.
بصراحه طبعا اتصدمت جدا جدا جدا، لان انا بالنسبه لي كلمه كيماوي يعني موت بس بطريقه مختلفه. يعني انا عايزه اقول لكل اللي بيسمعنا مش اكتئاب والله ولا حاجه خالص. انا ساعتها كنت فاكره ان الموضوع صعب قوي، هو متعب طبعا مش هنكر، بس هو مع مستشفى بهيه والنظام اللي جوه وتطور في العلاج والمعامله النفسيه فرق كتير جدا جدا جدا. عدى عليا كان بالنسبه لي في بهيه هو حاجتين، ان شعري هيقع وان مده بس. بيتهيأ لي اي حد بره بهيه بيتبهدل من الكيماوي بجد. انا كان في دكتور معايا متابعه معايا اول باول بيكلمني هيحصل ايه. كان في بالمناسبه قبل ما ابدا الجرعات الدكتور دخلت معاه قعد يا مروان ساعه كامله بيتناقش معاك قبل وبعد واثناء وهيحصل ايه في الكيماوي. دي من الحاجات المريحه نفسيا، انت مش داخل وخلاص مش هتقابل اي صدمه، لا انت فاهم كويس قوي. فعلا حصل كده، دي ظبطت معايا كتير. خلصت جرعات الكيماوي كانوا 6 جلسات. طبعا كل سايد افكت اللي انت عارفها، بس مرحله وعدت فالحمد لله. بعديها جت مرحله الجراحه، جننت الدكاتره بصراحه يعني كله طلع عينه. وبرده حصل نفس الكلام اللي حصل في الاورام، الدكتور الجراح بيقعد معاك يتكلم معاك فتره طويله جدا، صبورين قوي قوي، صبورين بابتسامه حلوه وامل حلوه، يريحك اسال اللي تساله. واساسا انت مش هتحتاج تساله من كتر ما هو بيقول لك كل التفاصيل. بعدها عملت العمليه، فعلا انا كان عندي عمليه كل فتره مش كله ورا بعضه. بعديها عملت الاشعاع، دي ابسط فتره طبعا مقارنه بالكيماوي. ما كانش فيه اي حاجه خالص غير المشوار، ان انا بس بروح من مصر الجديده للهرم كل يوم، سايد افكت بتاعتها حاجات سهله مقارنه بالكيماوي، محتمله مقارنه بالكيماوي. المهم ان كله عدى، دي كانت احلى حاجه، وكله عدى وعدى مظبوط الحمد لله بسبب مستشفى بهاء، بسبب النظام اللي جوه، بسبب الخبره، بسبب التطور، بسبب كل حاجه حلوه قوي قوي قوي. بصي يا مروان، من اصغر حد في المستشفى لاكبر حد انت بتحس براحه نفسيه في التعامل معاه. طيب رحمه معلش خلينا نقف هنا ونطلع اعلانات سريعه ونرجع نكمل كلامنا معاكي. ضيفتي اللي منوراني هي الاستاذه رحمه توفيق، بتدردش معانا وبندردش معاها احدى السيدات الاقوياء اللي تغلبوا على مرض السرطان وليها مساهمات كبيره وكتيره مع مستشفى بهيه. فخليكم معانا، ابعتوا لها على 1006 او كلموها على 1006 لو من موبايل، او 38350022 لو من خط ارضي. لسه منوراني ومشرفاني الأستاذة رحمة توفيق، إحدى المتغلبات على مرض السرطان ومن الناس اللي اتعالجت في مستشفى بهية وليها مساهمات ومساعدات كتير هناك. رحمة، كنا بنتكلم اللينك اللي فات كنت بتشرحي الحالة هناك داخل مستشفى بهية. التعامل بيبدا ازاي؟ يعني انت بتقولي ان هم بشوشين جدا، بيدوا كل مريض مساحته من ان هم يفهموه ايه اللي هيحصل، البروتوكول. احنا وصلنا عند مرحله العلاج الاشعاعي صح كده؟ دي كانت اخر مرحله. وبعد كده ايه اللي حصل؟ طبعا جراحه تاني، لان الجراحه كل فتره سنة 6 شهور، وبعد كده بدات الجراحه. نفس الكلام بيحصل، انا كنت متخيله ان لما المده تطول واروح كتير هو التعامل بيبقى اول مره، لا خالص، كل مره بتروح فيها بيدوك حقك 100% في التعامل نفسي ومعنى. بص كل يعني اي تفاصيل انت بتقدر تعرفها ومن غير ما بتطلب. انا اللي يمكن انا اللي بكلم كتير وانا اللي بسال كتير، كانوا صبورين برضو. وكل حاجه ممكن تسال عنها بيجاوبوك. الجانب النفسي هناك مهم جدا قوي 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 قوي. انا وصلت المرحله، انا باخد الكيماوي، طبعا كل الناس عارفه ان دي حاجه كئيبه وصعبه. انا كنت ببقى رايحه الكيماوي وانا مش قلقانه ومش خايفه ومطمنه بسببهم، ده بجد والله. حاسه ان في راحه نفسيه، الدكتور بتدخل معايا، في امل على وشها فظيع، وابتسامه حلوه قوي، وتطمنك ان مفيش اي حاجه. وفعلا كل ما نفسيا تبقى جامد وقادر بتلاقي السايد افكت تقل في كل جرعه بيقل. ولو مكان تاني انا بيتهيالي كنت بهدل فعلا بجد والله. هل بيحصل جزء تفاعلي مع العيله، انه بيعرفوا ازاي عيله المريضه يتعاملوا معاها ازاي؟ بص، دي من احسن الحاجات اللي انت قلتها، ودي احسن حاجه في بهيه. هم بيتعاملوا معاك انت اولا، بعديك يجي اي حد تاني.
يعني انا لما كنت ادخل ونفترض ان في قرار مهم مثلا كانوا بيواجهوني انا بيطلبوا مني رايي انا الاول وبعد كده راي العيله زي ما تحب. دي من احسن حاجات اللي كانت مريحاني نفسيا ان مفيش حد من عيلتك لا اعملي كذا ما تعمليش كذا. هم طبعا خايفين عليا جدا مش زي ما الدكتور بيواجهني بيقول لي انت المفروض هتعملي كذا هتعملي كذا خلاص. دي كانت مريحاني جدا وبيقولها لي هيحصل ايه بعدها مش بيقولها لي ويسيبني انا هفكر هيحصل ايه لا. فدي كانت من الحاجات المريحه قوي 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 وفعلا انا بشوفها هناك حتى انا بعد ما خفيت وبروح المستشفى وبروح لمجرد ان انا اسلم عليهم من كتر ما انا حابه المكان جدا جدا بلاقيهم فعلا كل مريض يكلموا معاه يعني قرار اللجنه الطبيه فهموا كل التفاصيل وهو بيختار وبيبقى مستريح لان دايما بيديك اختيارات في العلاج وطبعا الاختيارات كلها مظبوطه. فدي من الحاجات المريحه قوي قوي قوي. العلاج انا كان ليا الحقيقه الشرف ان انا زرت مره مستشفى بهية زميلي في المدرسه وصديقي ومدير مستشفى الدكتور احمد حسن. بعتز بزملته جدا لانه هو راجل يعني كان معايا في المدرسه من زمان والحقيقه عامل شغل ممتاز في مستشفى بهية. فعزمني مره ورحت كان في احد الاحتفالات اللي كانوا عاملينها كانت ساعتها افتتاح الوحدة العلاج النفسي او وحدة المتابعة النفسية الدعم النفسي الدعم النفسي بالضبط انا عايز اقول الاسم صح. المستشفى لقيتها اولا هي فيلا هي كانت بيت او فيلا وفيها بالظبط كده وفيها الشمس داخله من حتت كتير والاوضه بتاعت الكيماوي انا دخلت الاوضه لقيت سيدات فاضلات قاعدين وكراسي مريحه جدا وبتلفزيونات شغاله مفيش الجزء الكئيب خلص. مفيش الحته النفسيه اللي انه انا رايح اخد جلسه كيماوي او هي رايحه تاخد جلسه كيماوي فدي مهمه جدا. المقابل لده بقى اكيد في طريق العلاج ده شفتي ناس او تعرفتي على ناس كانوا بيتعالجوا من هذا المرض اللعين في اماكن اخرى الفروق ايه؟ بص بقى انا هاخدك فروق جامده جدا. انا صدفت في نفس الوقت كان حد اعرفه جات لها قصدي كانسر برضو. هي رفضت تتعالج في مصر. تمام هي سافرت الامارات تقريبا حالتها زي حالتي بالظبط تشخيص بالظبط رفضت خالص ده راحت الامارات طبعا بدون ذكر اسامي مستشفى كبيره جدا هناك. انا في نفس الوقت اللي بقدم لبهية عماله اقول على فكره انا غلطانه انا المفروض كنت اسافر معاها لان انا مع احترامي طبعا لكل المستشفيات اللي هنا انا ما تخيلتش ان في حاجه زي بهية هنا في مصر ما تخيلتش ان بهية نفسها بالكواليتي العاليه دي. بقيت طبعا متوقعه ان هي افضل العلاج عندها افضل البروتوكول كل حاجه. في الفتره دي انا كنت متابعه معاها انا دخلت بهية بدات مراحل علاجي هي بدات معايا في نفس الوقت اللهم لك الحمد الحمد لله. ودي هتخض اي حد بيسمعنا انا علاجي كان افضل منها بكتير جدا في الكواليتي في كل مراحل العلاج. هي طبعا هو ده نصيب من عند ربنا بس هي عندها مشاكل في العلاج في حصل مشاكل في الكيموثيرابي ما كانش بالنظام هي تقريبا ما كانتش فاهمه ايه اللي المفروض بيحصل وما بيحصلش تقريبا كانت في كل مرحله بتكلمني تسالني هو احنا المفروض بنعمل ايه طب هو الكيماوي هيحصل كذا مش هيحصل كذا. انا بقيت مستغربه هو انا ازاي بجاوبها كده اكتشفت ده بسبب الدكاتره في بهية ان بيفهموك تفاصيل وادق تفاصيل. وكانت بتكلمني تقول لي طب هو انا المفروض هنعمل كذا طب وانت تعبتي من كذا طب هيحصل كذا لدرجه ان هي في النص لو كان ينفع كانت نزلت دخلت بهية ده بجد. فدي طب ما عملتش كده ليه الموضوع ده صعب يعني علاجيا لو انت ماشي على بروتوكول معين مع مؤسسه او مستشفى او دكتور معين ما ينفعش تسيبيه وتنتقلي لحد تاني لو مش مرتاحه. بص انا او مفيش تقدم يعني ما اعرفش النظام هنا في مصر ايه نظامه بس انا بالنسبه لي انا دخلت بهية من البدايه لحد النهايه ما اعرفش هل في بهية ينفع تدخل من النص ولا لا. فبس انا كل اللي عارفاه ان افضل حاجه في الدنيا انت بدات مع دكتور او بدات مع مؤسسه زي بهية خلصت كل المراحل. هنا في مصر انا بسمع عن ناس بصراحه بتتعالج من الكانسر وبسمع على البهدله ان هو خد الكيماوي في حته والاشعاع في حته ثانيه والجراحه راح عمل عمليه مش عارفه في حته ثالثه ولف فين اللي هو في تعب التعب نفسه الكانسر والاثار بتاعته في تعب نفسي انا مش عارفه انا هروح فين واجي منين في بهية مفيش الكلام ده كله في مكان واحد كله في مكان واحد وواثقه خلاص انا هيحصل ايه مطمنه مش شايله هم هو انا هروح الجراحه فين
هو انا الاشعه طب هعمله؟ لا، بيقولوا المكان ده كويس، ده مش هنا. الموضوع بالنسبه لك انا هنزل الدور اللي تحت او هطلع الدور اللي فوق؟ لا، وهنزل انا مترتب لي كل حاجه، ملفي سبقني، بلاقي بنت عارفه تفاصيل كل حاجه من قبل ما انا اتكلم، فانا سايبه ايدي خالص مستريحه، واثقه جدا 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 جدا، ودي من الحاجات اللي كانت مسهله عليا قوي الموضوع. وبره مش موجود كده، مش موجود كده. ده غريب جدا، لانه بره المنظومه العلاجيه يعني سواء في الامارات او في اي بلد يعني مختلفه تماما طبعا. فانا شيء غريب ان يمكن عشان بهي، لو مستشفى تانية هقول لك بره افضل طبعا. بقول لك انا يوم ما دخلت بهي انا حسيت ايه ده، انا عيلتي سفروني بره وانا مش واخده بالي بسبب النظام والترتيب، كل حاجه مظبوطه قوي قوي. حتى نوعيه الدكاتره، والله انا في الاول شكيت هم مصريين. هو مش معقول، انا اللي بعرفه عن يعني خلفيتنا في المجتمع المصري هنا، دكتور مش فضيلي بقى بقول لك انت عندك كانسر هناخد كذا مع السلامه. مفيش الكلام ده خالص. دكتور خبره جامده قوي، صبور قوي، يسمعك قوي، ومش الدكتور بس والله، اي موظف حاجه اداريه مش حاجات، كل حد معاك قوي. والدنيا كانت جميله جدا 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 في بهاء. طيب خلينا نطلع نسمع اغنيه واعلانات سريعه ونرجع على طول. 1006 رقم المسجز. ضيفتي اللي منوراني هي الاستاذه رحمه توفيق، احدى السيدات اللي تغلبوا على مرض السرطان، وكان ليهم مساهمات او كان ليها مساهمات عديده في مستشفى بهية. خليكم معانا، هنطلع نسمع اليسا ونرجع بعد الاعلانات. عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منوراني ومشرفاني الاستاذه رحمه توفيق، احدى السيدات اللي تغلبوا على مرض السرطان وداخل مستشفى بهية، وليها مساهمات ودور كبير في داخل المستشفى. رحمه، المستوى او خلال مراحل العلاج المستوى في المستشفى ثابت؟ الكواليتي هياها طول نفسيا وطبيا. كنت متوقعه بصراحه بما اني في مصر وعادي ان انا ده في الاول هم بمنظمين كده، في الاول مهتمين قوي، في الاول في اهتمام علشان انا تعبانه وعلشان نحس ان فعلا ان المستشفى جامد. لا، السنتين نفس الكواليتي في جميع المراحل، نظام حلو قوي قوي، الدكاتره بنفس كل التعامل هو يعني ميعاد جلسه الكيموثيرابي الساعه كذا، تخلص الساعه كذا، دي مواعيد منضبطه. الراديوثيرابي نفس الكلام، الجراحه يوم، كل حاجه مظبوطه طول السنتين. فدي من الحاجات الحلوه قوي قوي اللي فضلت مبهوره بيها في المستشفى. ايه ده، ازاي الكواليتي مش هتقع؟ ازاي لما هروح مع الوقت ان خلاص بقى. طب عملتي دايما، في ناس بتعمل كده، مش كل الناس بس يعني، اما حد بيتعب ويتقال له تشخيصك انت عندك كذا، بيدخل على الانترنت ويشوف المرض ده ايه ومراحل علاجه ايه والبريفيوز اللي معموله من المرضى اللي خفوا من هذا المرض سرطان او غير سرطان. يعني دخلتي عملتي ده وحسيتي ان في فروق عن مستشفى بهية، ولا ما عملتيش ده اصلا؟ لا، هو انا عايش على كده اصلا. دي كانت من ضمن مشاكلي اللي عيلتي بيعانوا منها، ان انا بعمل سيرش كتير جدا جدا وبقعد اقارن، طب هنا عملوا كذا هنا ما عملوش كذا. يعني انا افتكر انا جننت الدكاتره في بهية، لان انا باجي هي مش حالتي، دكتور هو احنا ليه ما اتعملليش عمليه مش عارفه كذا، اصل انا جبت، والاقيه هو دكتور يكمل الكلام ويشرح لي ويبقى صبور جدا. ودي كانت حاجه حلوه قوي قوي قوي. عيلتي كانوا ممكن يتضايقوا منها، كفايه سيرش، كفايه مش عارفه كذا، هتتعبي، ما تقلقيش نفسك بالظبط. لا، انا كنت عايزه اشوف هو علاجي كده ايه. اكتشفت ان انا افضل بروتوكول تم، افضل مراحل علاج، افضل حاجه اتعملت ليا. مع السيرش كتير قوي قوي وناس كتير سالتها، اكتشفت ان انا الحمد لله الحمد لله ان ربنا كرمني بهية. وعايزه اقول بجد لاي حد ان بعد الشر لما ربنا يبتليه بالكانسر، ان ربنا ينعم علي ان يتعالج في بهية. دي من النعم اللي انا شايفه ان ربنا بعت لي الابتلاء المرض، وفي نفس الوقت بعت لي بهية، مستشفى بهية، افضل علاج، افضل كل حاجه حلوه قوي قوي قوي. الموضوع عدى، طبعا كان صعب في النص بالذات الكيماوي، بس عدى والحمد لله احسن من الاول. انا خدت بالي من حاجه يا رحمه، واحنا بنتكلم كل شويه تقولي الملف سبقني، الملف قبليا، بطلع مش عارف من اوضه ايه لاوضه ايه، او الدكتور كذا، الملف سبقني. هو المفروض ان ده الطبيعي صح؟ لا، في مصر بصراحة مش ده الطبيعي. مش في كل المستشفيات ده حقيقي. خلينا صراحة، لان انا بهدلت والله كتير قوي قوي قبليها، قبل ما اروح بهية.
الملف ده انا بصراحه ما كنتش فاهمه ايه في ايه في الاول. هو حاجه جامده جدا وما كنتش اعرف ان هي موجوده في مصر. الملف ده انا بدخل عند دكتور كذا سي الاورام. الدكتور بيكتب التشخيص وبيكتب حصل ايه في الوقت الكشف. بعديها المفروض بعمل اشعه كذا. بدخل الملف بلاقيه سبقني على قسم الاشعه تقرير ريبورت من الاشعه كذا. اللي بعديها دخلت جراحه مثلا نفس الكلام. فالملف فيه جميع الفحوصات التشخيصات ايه التحاليل الاشعه النتائج المهمه جدا. فانا لما بدخل قسم المرحله اللي بعدها الدكتور ما بيحتاجش هو انت كنتي في قسم ايه طب هو انت مين بعتك مفيش الكلام ده خالص. حتى لو الدكتور متغير يعني النهارده انت مع الدكتور سين بكره دكتور صاد الملف هو بيقراه فبيعرف. انا بدخل بلاقي الملف قدامه بتاعي هو ادرك وفهم وشاف كل حاجه بلاقيه بيكمل مش لسه هنبدا من الاول هيحكي لي انت كنت مع الدكتور مين المره اللي فاتت وقال مفيش الكلام ده خالص. ودي من الحاجات المريحه قوي قوي لان في الفتره دي المريض بيبقى تعبان نفسيا ما عندوش قدره اللي هو ولا يتكلم وممكن برضو التفاصيل اللي هيقولها ما تبقاش مظبوطه. فدي من الحاجات الحلوه قوي 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 قوي. الدعم النفسي في البيت بقى كان شكله ايه؟ لا بصراحه انا كنت من الناس المحظوظه بعيلتها الحمد لله. عيلتي كانت واقفه جنبي جدا 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 في كل حاجه وفي كل المراحل. انا طلعت عينيهم طبعا ونشرت عليهم فتره كآبه بس بعدها الحمد لله وبسبب ده هي لما بدات اندمج وادخل في مراحل العلاج اكتشفت ايه ده انا بعدي ده انا خلاص الحمد لله تقريبا في طريق الشفاء وبخف يعني. انا عايزه اقول لك انا لما دخلت بهي انا كنت فاكره انا هتعالج بس ستيل هفضل تعبانه. لا الحمد لله الفتره دي عدت ودعم نفسي في بهي ودعم نفسي في البيت والحمد لله. لما بتروحي المستشفى وتقعدي مع حد من الـ المريضات بتقولي لهم تجربتك عشان يعملوا زيها ولا بتقولي لهم تجربتك عشان يتفادوها فكرة القلق وان انت دائمة البحث ودائمة السؤال؟ انا شخصيا منفردة في الحاجات لا بس في ناس كده في اصل طبيعي. انا لما مش انا كمروان اي شخص لما بيتعب في الناس البني ادم بيتعب بيقلق على نفسه فبيسأل فيشوف حتى اللي ما عندوش فكرة انه يدخل يدور على الانترنت بيسأل هو فلان لما كان عيان عمل ايه فلانة لما تعبت حصل صح. ايه فده ليه مميزات وعيوب انت بتنصحي بانها الواحد يعمل كده ولا ما يعملش كده؟ بص بنصح يعمل كده لو هو مش في بهاي. بص انا شخصيه بقعد اعمل سيرش كتير جدا وقلقه قوي قوي. قبل ما ادخل بهاي عملت كميه سيرش مش طبيعيه. وانا في البدايات لاني بصراحه ما كنتش مصدقه ان بهاي كده كنت برضو ما زلت لحد ما بدات مراحل العلاج انا بطلت سيرش خلاص ما بقتش محتاجه اي حاجه عايز اعرفها الدكتور بيقولها لي ومن غير ما اسال هو بيقول لي كل التفاصيل. فلو انت هتتعالج بره بهي لا اعمل سيرش زي ما تعمل وهتدوخ وهتبهدل وهتلف على دكاتره كتير وكل واحد بتشخيص مختلف. في بهي بجد ودي بنصح بيها لاي حد يدخل بهي انسى الموضوع تماما وسلم نفسك زي ما بيقولوا هم هيتصرفوا من ايتو زد في كل حاجه. طب معلش رحمه لما كنا بنتكلم من دقايق على موضوع الثبات في المستوى العلاجي والمستوى الدعم النفسي و دايما بنسمع انه مشاكل انه الدواء الفلاني مش موجود بس هنستعوضه بالدواء العلاني الجهاز الفلاني عطلان او مش يعني الكلام ده واجهتيه بهي باي شكل من الاشكال؟ لا خالص خالص. انا بقول لك قعدت سنتين ودي من المراحل الطويله اللي يبان لك في المكان اللي انت بتتعالج فيه هيبان العيوب في خلال السنتين. انا مش يوم ولا يومين ولا شهر ولا اسبوع ولا خالص. انت بتتكلم في سنتين يعني في يوم هيبان الحقيقه لو هم مش ما عندهمش الكواليتي دي هيقعوا او هيبان ان هم من بره بس شكلهم كده خالص. ما كانش فيه اي علاج بيبقى ناقص ما كانش فيه اي جهاز ممكن يبوظ وكل حاجه منضبطه جدا. انا عندي ميعاد جلسه الساعه كذا بتخلص كذا بالتفاصيل بكل حاجه كل حاجه مظبوطه قوي مظبوطه لدرجه خدك يعني. انا لحد شوفي انا خلاص علاج والله انا لحد دلوقتي هو فين برضو فين المشكله فين لقينا يا جماعه فين لقينا فين الحاجه اللي المفروض انا المفروض اتمرمط انا المفروض اتبهدل. لا ما حصلش بهي خالص خالص. طب الحمد لله. طيب خلينا نطلع على سريع نسمع اغنيه ونرجع. ضيفتي اللي منوراني هي الاستاذه رحمه توفيق سيده تغلبت على مرض السرطان وفي مستشفى بهية وليها دور نفسي هام جدا داخل مستشفى بهية. ابعتوا لها على 1006 او كلموها على 1006 لو من موبايل او 38350022 لو من خط ارضي. لسه معايا منوراني الاستاذه رحمه توفيق احدى السيدات اللي تغلبوا على مرض السرطان وده كان في مستشفى بهية. رحمه السيستم اللي هناك دلوقتي خدت بالي واحنا بندردش في الوقت ما كنا الناس كانت بتسمعوا الجسار ان انت بتقولي مثلا ميعاد الجلسه من الساعه كذا للساعه كذا ما ينفعش تتاخري.
خالص، لان في نظام هناك، في بعدي جلسه تانية، في بعدي جلسه ثالثه، ودي كانت من الحاجات المريحه قوي قوي قوي. فانك تروح مطمن انا الساعه 8 بالظبط هبدا الجلسه بتاعتي، هخلصها الساعه كذا، حاجات مريحه قوي قوي قوي. تحس ان في نظام، لدرجه انا بقيت عماله اقول ده اول جلسه بس، لا دي ثاني جلسه. اكتشفت لا، كل الموضوع كله بالوقت منضبط جدا، وبعدك بيبقى في حد تاني، وبعدك في حد تالت، فالموضوع منظم قوي 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 قوي. طب عايز ارجع للجانب الطبي بقى والحته الطبيه تاني. انت كل الشواهد زي ما كنت بتقولي من شويه، ان كل الشواهد بتقول انه ما ينفعش تبقي مصابه بالسرطان. انت بتمارس رياضه، انت متزوجه، انت ما فيش تاريخ وراثي في العيله بيقول انه في حد جاله هذا المرض اللعين، اكتشفتي ده ازاي؟ دي كانت من اكتر الحاجات الصعبه عليا، والفتره اللي كانت صعبه، لان انا بصراحه ما توقعش ولا كان يجي في دماغي كلمه كانسر خالص. دي الفتره اللي هي كانت 2015، انا قعدت 6 شهور او اكتر تقريبا سنه بعمل متابعات وبكشف كتير عند دكاتره، بكشف وانا متاكده او مش متاكده، انا ما جاش في دماغي اصلا كانسر. لان انا سني كان تحت ال 30، عندي متجوزه بدري، مخلفه، كل الحاجات اللي دايما بتسمعها، لا ده انت عشان كذا، انت عشان اتاخرتي في الجواز، لا انت عشان سنك كبير، انت عشان كذا، كانتش عندي، مفيش هيستوري في العيله خالص. بس طبعا لكل حاله استثناءات، اكيد انا كنت الاستثناء الفريد. معلش. لا الحمد لله، لا مع بهيه الحمد لله بجد. فدي كانت مريحاني قوي قوي قوي، ان انا مستحيل يبقى عندي كانسر. بس بكشف وزهقانه من الكشوفات الكتير والدكاتره الكتير والتشخيصات، اللي هو ارسلكم بقى انا عندي ايه، التهابات، اخد انتيباتك، عندي ايه بالظبط. وفعلا بقى في دكاتره كتير قالوا لي بلاوي، ودي لخبطه بقى جامده جدا، واروح من هنا لهنا ومن هنا لهنا. انا اتصدمت وانت بتقولي لي ان كم دكاتره اللي روحتي له في الاول، كبيره طبعا واسماء كبيره وكل حاجه، ومفيش اتنين اجتمعوا على نفس الشيء. بس اجتمعوا اللي انا ما عنديش كانسر، يعني مفيش حد أصلاً تجرب كمان. مفيش حد حتى شك وقال لي إيه، لا انت احتمال يبقى عندك كانسر. حدش حد قال لك اعملي اشعه، اعملي تحاليل؟ لا طبعا مني اشعه كتير، وشافوا نتيجه الاشعه، دكتور الاشعه نفسه كان بياكد لي لا 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 تمام، ده هو كذا، ده هو التهاب، ده هو حميد ده. وطبعا انا معلومه انا مش متاكده من صحتها، اللي انا اعرفه ساعتها ان الورم الحميد ما بيقلبش سرطان. فهل الدكاتره دي كلها كانت غلط في الفتره دي؟ دي بالنسبه لي كانت عامله لي صدمه. دكتور الاشعه نفسه اللي انا عملت عنده اكتر من مره، في كل مره يطمني، لحد اخر مره دي انا لقيته بيبص لي ببلاهه رهيبه ما انساهاش لحد دلوقتي، انا ندمانه والله ان انا ما ضربتوش ساعتها. انت تقريبا ده شكله كانسر تقريبا، لما دكتور بياكد لك اكتر من مره ان هو حميد، وهو اللي اداني المعلومه بتاعت ان الحميد ما بيقلبش كانسر، يقول لي تقريبا ده شكله كان كانسر. خلي بالك هو تطور بسببهم او بسبب التاخير. طبعا. لان انا الفتره دي انا لو كنت اكتشفت بدري وكنت رحت بهيه، انا ما كانش حصل لي كل، ما كنتش اساسا المضاعفات دي كانت حصلت، ما كانش خالص حصلت. ما كنتش هاخد الكيماوي ولا الاشعاع ولا اصلا خالص. انا لولا ان انا اتاخرت في في التشخيص، ولا انا فضلت بره كتير قوي عماله من دكتور لدكتور، الكانسر اترحل من مكان لمكان. بقيت في ليفل تاني ستيج 2 بسبب التاخير، وبسبب اللي انا مريحه بقى، ما انا مش في دماغي، انا بعمل متابعه خلي بالك. بس انا مريحه نفسيا، اللي انا واثقه في الدكاتره اللي انا رايحه، مع العلم ان كلهم والله اساميهم كانت كبيره جدا، وناس المفروض ان هي واثقه فيها. لحد ما دكتور الاشعه شك في الحاله دي، انا وقفت. لا انت بتتكلم في كانسر؟ لا. ساعتها بقى جت في دماغي بهية. ليه بهية اللي جت في دماغك؟ يعني في حتت كتيره بتعالج، سواء مركز خاصه او حكوميه او انا يعني كنت لفت نظري بهية من الاعلانات في التلفزيون، حسيت كده فيها بحاجه مختلفه. وبصراحه اكتر، عشان ما اكذبش عليك، انا كنت بحط الاهلي العقده في المنشاه، اللي هو ايه، لا انا هتعالج في بهية، لاني طبعا اصعب حاجه، او من وجهه نظرك من وجهه نظري طبعا، او ثقافه هنا في مصر، لا يا عم مش هقدم، مش هينفع، مش هدخل، مش هيحصل كذا، اكيد دي واسطه، اكيد محتاجه حاجه. فاتكلمت في بهية على اساس ان ايه، خلاص انا عملت اللي عليا، بقول لعيلتي تمام خلاص، مفيش حد يطلب مني حاجه، لان انا تقريبا ما كنتش هتعالج، سيب الموضوع يمشي زي ما هو ماشي. فوجئت في بهية كلموني، دي كانت بالنسبه لي ايه ده، ده بجد، لدرجه قلت هيكلموني يكشفوا يقولوا لي روحي، لا بعدين نبقى نبدا بقى العلاج، لقيت غير كده خالص. اوكي. الموضوع كان سهل جدا، كان بسيط قوي، كان مريح قوي، مفيش اي واسطه، مفيش اي حاجه خالص. دخلت بهية، ودخلة بهية، عارف لما تحس، دي من الحاجات الحلوة قوي في بهية، انك حد مهم قوي، مش فكرة مريض داخل وخلاص، تحس انك اهم حد في المستشفى. انت اول ما بتدخل باب المستشفى بتلاقي على يمينك في بانر حقوق واجبات المريض. دي انا شفتها، لا دي من الحاجات اللي في امل، ايه ده، او والله في حاجة غلط،
دي علامة يا مارد. أيوة دي علامة يا مارد اللي هو لا في حاجة مش مظبوطة يا جماعة. دخلت بقى لقيت الحمد لله الحمد لله كل حاجة منظمة و... ومتخيلتش بصراحة اللي أنا كنت ما كنتش اتخيل انا هدخل. طيب لسه هنرجع نكمل كلامنا. ضيفتي هي الاستاذه رحمه توفيق احدى السيدات الاقوياء اللي تغلبوا على مرض السرطان. هنطلع اعلانات سريعه ونرجع. ابعتوا لها على 1006 او كلموها على 1006 لو من موبايل او 38350022 لو من خط ارضي. عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه منوراني ومشرفاني الاستاذه رحمه توفيق احدى السيدات اللي تغلبوا على مرض السرطان, وبنتكلم على مستشفى بهيه ودورها لانها اتعالجت هناك. رحمه, الاشاعات شيء مؤلم ومؤسف جدا, واحنا كنا بندردش قبل الهوا بتقولي انه بتطلع اشاعات كتيره. بيقولوا سمعنا اصل سمعنا حد اعرفه قرايبه كانوا راحوا واشتكوا ومفيش اصلا حاجه بقى ويحط التاتش بتاعه بيجود بقى. يعني انا كتير بدخل على صفحه الفيسبوك بتاع بهيه الاقي بلاوي مكتوبه. يا جماعه ده انا في المستشفى بقالي سنتين ما شفتش الحاجات دي. يعني في كومنت يتكتب مثلا المستشفى لا ما فيش حد بيدخلها الا واسطه, المستشفى فيها طوابير, بص حاجات اللي هو ايه ده انتوا بتتكلموا عن بهيه. فادخل اتكلم مع الشخص ده في كومنت الاقيه يقول لي اقول له انت جبت المعلومه دي منين؟ لا ما انا سمعت اصلا مش عارفه ايه مين قال ايه. فلا خالص ما فيش الكلام ده في بهيه. بهيه ما فيهاش اي واسطه, ما فيهاش موضوع الطوابير, وما فيهاش اي حاجه غير نظام حلو قوي قوي وكواليتي عاليه جدا. وفي الاخر هي مكان ليه ساعة. طبعا يعني برضو لازم تبقى احنا يعني مقدر جدا انه المريض او الشخص العيان ده بيبقى يعني مش مستحمل حد يقول له زي ما بيقولوا حتى في الاعلام مش مستحمل حد يقول لك اسمك ايه. صح, بس ما هو مكان محدود ليه ساعة. تمام. يعني كان بقى مليون سرير ست سراير هو مكان ليه قدرة تحمل معينة. ان حد يجي ويتحط في الويتنج ليست ما يدخلش دلوقتي فعلا. هو ليها ساعة, وانا شايفة المستشفى قايمة بدور كبير جدا جدا واخد عدد كبير قوي 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 قوي, وبجد ربنا يقدرهم يكملوا بنفس الكواليتي بنفس كل حاجة. طيب رحمة اخيرا عشان وقتنا قرب ينتهي, توصياتك ايه؟ نفسك الناس تعمل ايه؟ السيدات تحديدا الموضوع الكشف الدوري دايما بيتعمل حملات دايما, وبهية كان ليها حملات اعلانية كتيرة انه دايما اعملي كشف دوري بالستات, يعني تروح تعملي كشف دوري دايما, وكانوا بيعملوا حاجات توضيحية زي الست تقدر تكشف على نفسها بحاجة بصورة مبدئية في البيت فتعرفي. توصياتك او رؤيتك ايه؟ توصياتي ان مفيش حد طبعا يستبعد المرض ده طبعا بعد الشر على كل الناس. انا من الناس اللي غلطت اللي انا استبعدت ان هو يجيلي, خليتني في ليفل تاني في التعب واللي انا دخلت في مراحل العلاجية اللي كنت بقولها. ان كل ست لازم تبقى في زي ما انت كنت بتقول دايما كشف دوري, تروح بهية, هم طبعا هناك اهل الخبرة اكتر, تتابع هناك, ما تروح بثقه ان هي ان شاء الله هتدخل. ما يبقاش في حته لا ما هو اكيد مش هيدخلوني, اكيد ما فيش مكان, اكيد اكيد لا خالص. تثق في المكان جدا. انا برضو الحاجه اللي اتبهدلت منها واحب ان ما فيش اي حد خالص يتبهدل منها, اللي انا ابقى بره بهي وعماله بتمرمط بره, الدكتور يقول لي انت عندك كذا, الدكتور يقول لي عندي كذا. هم ما عندهمش الخبره اللي زي بهي بصراحه. يعني انا قعدت سنه كامله دي متبهدله. لما روحت بهية اطمنت, استريحت, سبت ايدي خالص, كل حاجة بقيت مظبوطة, وعلاجي انا واثقة فيه جدا وافضل علاج. يعني عايزين نقول لك الحمد لله على سلامتك, وان شاء الله بدون رجعة لهذا المرض اللعين, وربنا يشفي كل الناس اللي بتعاني من هذا المرض ومن اي امراض اخرى. انت نورتينا وشرفتينا استاذة رحمة النهاردة, ربنا يخليك, ميرسي على ذوقك. وعايزين نتابع معاكي كل فترة كده ايه اللي بيحصل. خلاص ان شاء الله. كانت العفو, ربنا يخليك. الله يخليك. كانت منورانا ومشرفانا الاستاذه رحمه توفيق احدى السيدات اللي تغلبوا على مرض السرطان داخل مستشفى بهيه, وليها دور فعال نفسي ومساهمات مع المستشفى. 1006 رقم المسجز. وقتنا قرب ينتهي, هنطلع نسمع اغنيه واعلانات سريعه ونرجع نختم حلقتنا. عيش صباحك مع لبتن مع مروان ادري وزهره رامي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.